بالنسبه للنساء بالطبع اولا الحمد لله الان القانون يفرض حتى على هذاك اللي مازال حتى على اللجان اللي مازال عندهم بعض التردد فالقانون اليوم فرض مسؤول بحيث ان حتى في الجماعات القرويه الصغرى البارح او في الانتخابات اللي دازت كان هناك من يقول انه في بعض المناطق من الصعب ان يرشح امراه لان كاين تقاليد كذا اليوم اذا رشح امراه معاه في الدائره راه ما يقولوش ترشح الدائره اذا هذا تقدم يعني كبير بالنسبه لحضور المراه لكن اضافه الى هذا كما يعلم الجميع ان التوجهات ديال الحزب لا للجان المحليه ولا للجنه الوطنيه وهو اعطاء الاولويه السعي يعني في حدود الامكان لان ما حناش وحدنا في الساحه ما حناش وحدنا تنديروا انتخابات اعطاء الاولويه لحضور الشباب والمراه الان نحن مازالين في تحليل يعني المعطيات اللي كتطلع لنا من الاقاليم لان مادام الترشيحات ما توضعات شيء ما يمكنش نهضروا على احصائيات ولا تحاليل لكن نحلل لنرى كيف تتقدم يعني النسبه ديال المشاركه ديال النساء وديال الشباب.